يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري. بكون معاكم في حلقة جديدة من كل أسبوع، وزي ما احنا متعودين طبعا بنناقش معاكم كتب جديدة لكتاب متميزين. متعودين من سنوات كتيرة أن دايما شهر يناير بيكون شهر حافل بمناسبات وأحداث ثقافية مهمة جدا ارتبطنا بيها من سنين، زي مثلا معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو طبعا بيعد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، وهو أعرق وأقدم معرض للكتاب في المنطقة العربية كلها. وفي عام 2006 يعتبر تاني معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وده طبعا في ألمانيا. بيزور المعرض حوالي 2 مليون شخص سنويا على مر سنوات كتيرة جدا ارتبطت بيه معظم دور النشر في العالم كله. بيكونوا حريصين على المشاركة، وطبعا بيكونوا حريصين على التواجد كمان فيه. وبعد نجاح المعرض لسنوات طويلة في القاهرة، حرصت الهيئة العامة للكتاب على إقامة معرض كتب مختلفة على مدار السنة في مدن وفي محافظات مختلفة، لتأكيد طبعا على أهمية دور مصر الثقافي. تحت رعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعقد الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار على اسم مصر مع نقرأ نفكر نبدع، وتقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل. وتحل علينا المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، فله كل الشكر ووافر التقدير على اهتمامه ببناء الإنسان ووعيه. كما أتوجه بالشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تفضله بافتتاح دورة هذا العام، وتأتي هذه الدورة استكمالاً لمسيرة عظيمة الأثر والتأثير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي هو وجه من وجوه مصر يعكس حاضرها ويستشرف مستقبلها ويبرز روعة حضارتها إبداعاً وفكراً وفناً واحتضاناً لكل مبدع مصري وعربي. هذه الدورة مرتكزة على الهوية والحضارة المصرية، على دعم الوعي، على تحصين الأفكار من خلال كل البرامج التي ستقدم خلال المعرض إن شاء الله. بالتأكيد لدينا 1047 ناشر في كل هذه الظروف، هذا أمر لابد أن يدعو إلى الاعتزاز بهذا الأمر. كذلك 53 دولة مشاركة من مختلف دول العالم، استمرار لتطوير المنصة الإلكترونية التي أقيمت منذ أعوام، والدفع بها من أجل رقمنة الخدمات الثقافية ومن أجل التماس مع رؤية مصر 2030 في كل ما يخص الرقمنة، وأيضا من أجل مساندة المناخ ومن أجل التحضر إلى الأخضر وغيرها من المبادرات الوطنية. لدينا مبادرات وطنية مهمة في المعرض إن شاء الله، سوف نحرص على أو سوف تحرص هذه المبادرات على أن تقدم ما لديها وتوضح للجمهور المصري، مستغلة كثافة عدد الجمهور المصري في معرض الكتاب. بداية أود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا على الدور الرائد الذي تقوم به مصر في مختلف المجالات، وأبرزها طبعا المجال الثقافي. إن اختيار الأردن ليكون ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب يجسد العلاقات المتميزة بين الأردن ومصر. هذه العلاقات على مدى العقود الماضية كانت علاقات نموذجية في التعاون الثقافي، إلى جانب طبعا من الميادين الأخرى الاقتصادية والسياسية وغيرها. هو الحمد لله الشركة بادية المنصة الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من سنتين فاتوا مع الهيئة، وكل سنة بيبقى فيه جزء للتطوير، والسنة دي الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نطور بعض الخدمات الخاصة بالناشرين زي خدمة الدفع الإلكتروني، قدرنا ان احنا نعمل تطبيق خاص للهيئة يبقى متاح على المتجر الإلكتروني، بحيث ان هم الزائر يقدر يستفيد بالخدمات عن طريق الموبايل بتاعه ويحجز التذاكر عن طريق
طريق الموبايل بتاعه. كمان احنا دلوقتي هيئنا المنصه الحمد لله انها تقدر تستقبل اصدارات دور نشر مختلفه، بحيث انه مش بس المنصه تبيع اصدارات الهيئه ككتب ورقيه، لا هي ممكن تبيع لاي دور نشر، ودار النشر تقدر تتابع مبيعاتها كمان على المنصه، والتوصيل عن طريق هيئه البريد.